بمناسبة الذكرى 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية، أقامت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي حفل استقبال، وذلك في فندق داماروز بدمشق. كانت هذه العلاقة دائما في حالة نمو واقتراب، دائم نحو الأفضل، نحو مكان أعلى، فقط إلى شيء أسمى، إلى فقط إلى البعد الإنساني الذي تجاوز البعد الدبلوماسي لاصل إلى الصداقة المشتركة المبنية على أسس متينة جدا، إلى مستندة إلى موروث كبير من الثقافة والتاريخ. أنا مبالغ كثيرا إذا قلنا أنه كتب على الدوام أن تكون العلاقات بين بلدينا علاقات استراتيجية ومميزة منذ قدم التاريخ، إن الشعب السوري يعتز أيام اعتزاز بهذه العلاقات، علاقات استراتيجية قولا وفعلا، وتجسدت بامتزاج دماء شهدائنا السوريين والروس في معارك البطولة والشرف والكرامة، في حربنا المشتركة على إن سوريا كانت ولا تزال أحد أهم الشركاء والحلفاء لروسيا في المنطقة، وأن مواقف البلدين متطابقة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وأن دبلوماسيهما ينسقون للدفاع عن مصالح البلدين في المحافل الدولية المختلفة، ولا سيما في الأمم المتحدة.